طب احمد، انت وانت بتتابع ماتش امبارح اكتر حاجات خدت عينك ايه، وايه المشاعر اللي كانت جواك وقت نهاية المباراة، حسيت بايه؟ بص انا هقول لك على حاجه، يعني انا ببص للماتش من ناحيه تانية شويه. ناحيه ايه؟ ناحيه ان انا بالنسبه لي الاهلي دلوقتي زي ما سليمان قال كده مفيش فرق بين اساسي واحتياطي. معلش انت حسين، انا لو سالتك مثلا مين كان نجم الماتش امبارح هتقول لي مثلا حسين الشحات، لو سالت نهاوند ممكن تقول لي امام عاشور. انت لو بصيت هتلاقي ان انت مثلا عندك في التلت القداميني اللي كان مشكله للاهلي زمان، عندك بيرسي تاو، حسين الشحات، احمد عبد القادر، رضا سليم، مثلا الاربعه، لا على الاربعه كاتيجري جامد جدا. انت اي اتنين في الملعب اعلى هيلعبوا مستوى. جامدين جدا. امام عاشور بالنسبه لي لا هو لعيب كبير قوي على فكره، طبعا انا من قبل ما يجي الاهلي وانا بقول عليه اجمد لعيب في مصر. هو فعلا 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 امكانياته كبيره جدا صحيح، وعامل اضافه جامده جدا جدا في الاهلي، ومريح مستر كولر جدا ان هو بيلعب 8 وبيلعب 10 وفي نفس الوقت لعيب كوره. نادر قوي معلش اما تلاقي ديفندر في الدوري متكامل المصري، بالشكل ده هو بالنسبه لي انا هو متكامل، صحيح. لان انت نادر قوي اما تلاقي ديفندر في الدوري المصري بيشوط برجليه الاثنين وعنده دريبلينج وبيخبط، يعني فاهم قصدي؟ فهو لا امام عاشور لعيب جامد، وانا عاجبني فعلا سياسه التدوير ان انا عادي حسين الشحات مش موجود، رضا سليم، بيرسي تاو، احمد عبد القادر بنشوف بيجيب جون في اخر دقيقه، جون عالمي حلو جدا، وهو لعيب جامد عنده هو جدا. الحته بتاعت عارف الكره بتاعت الشارع دي، ده لاعب الحواري على وعنده فكره، المهاره دي عاليه جدا على فكره الحقيقه. احمد عبد القادر يعني عنده القدره ان هو يبقى اجمد لعيب في مصر، امكانياته عاليه جدا، هو بس يعني محتاج يظبط شويه حاجات كده وفعلا هيبقى في هيبقى حته في حته تانية، تانيه هيبقى من اهم اللعيبه في مصر يعني لو ركز.